نمت في الآونة الأخيرة تجارة بيع أكسسوار السيارات مهنة يزاولها التاجر لكسب الرزق. هي تلقى رواجا كبيرا بهدف إضفاء لمسة جمالية على المركبات. والعينة من المسيلة مع فاروق خضراوي وانجم بوكرش. تجارة بيع أكسسوارات السيارات تلقى رواجا منقطع النظير، خاصة من فئة الشباب، ناقلة من نوعية السيارات وموديلاتها إلى عالم تزيين المركبات، لتجدهم يتسابقون على تركيب كل ما هو مميز من أجل إظهارها بالشكل الملفت للانتباه. عالم أكسسوار السيارات كاينين حوايج تسمى لازمين في السيارة بعد. أي واحد يقتني سيارة جديدة لازم لها أكسسوارات، خاطر اكسسوار السيارات ولات تسمى جزء كبير في السياره. اي واحد يقتني سياره لازم لها اكسسوارات. المده الاخيره هذه لي زاكسسوار ولا عليها اقبال بكثره، من جانب كاين امور يعني اللي صالح المجتمع تنفع يعني المواطنين، وكاين العكس، كاين دي زاكسسوار هكذا ديروا بهم حوادث. توفر أنواع عديدة من المنتجات الخاصة بزينة السيارات وبأسعار مختلفة جعل هذه الموضة تنتشر بوتيرة متسارعة، فأكبر السلع طلبا من طرف الجزائريين هو الشريط المعتم للزجاج أو ما يعرف بالفيمي. كاين دي زاكسسوار تباهي، وكاين بعض دي زاكسسوار مخطرين في الطرقات، وفيهم النوعية الرديئة وفيهم النوعية الممتازة، والانسان على حسب مقدوره. كاينين حوايج ديرهم بها وكذا، وكاين حوايج لازمين كيما درك انا جيت نشري في ليهوس بويسك لازم لي كوسان السخون كذا كابوالا الكوير تاع الفولون، كاينين حوايج هاك عارف. رغم الاراء المتباينه حول انتشار هذه الظاهره، تبقى اكسسوارات السيارات موضه تستهوي الكثير من الناس بهدف اضفاء لمسه جماليه لمركباتهم وضروره ملحه للبعض منهم ومهنه يزاولها التاجر لكسب رزقه.